لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي طلاب الصف الخامس ابتدائي ابن خلدون الياسمين ومادة الاجتماعيات. أعزائي الطلاب، درسنا الآن هو تكملة للدرس السابق الذي بدأناه بعنوان الخدمات الحكومية. طيب، درسنا الخدمات الحكومية وهو الدرس الثاني من الوحدة السابعة وهو الدرس 13. ونحن تعرفنا في الدرس السابق عن معنى الخدمات الحكومية وما هي وماذا تشمل وما أهم أو بعض المؤسسات الحكومية. تعرفنا أيضا على أسماء بعض المؤسسات الحكومية وعلى مهام وزارة الداخلية. لو أردنا أن نركز قليلا عن أهم البنود والنقاط الأساسية في الدرس، درسنا نحن عن معنى الخدمات الحكومية وقلنا هي الأعمال التي تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتها. إذن هي الأعمال التي تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراده داخل الوطن، أي لتأمين خدمات المواطنين. إذن هي كل الأعمال التي تقوم بها الدولة، الخدمات الحكومية أي الأعمال التي تقوم بها الدولة في اتجاه المواطنين، من في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الخدمات العامة، إنشاء الطرقات وإلى آخره، والشوارع وبناء المساكن ومثلا الخدمات العامة للناس. طيب، وذكرنا أنه من مؤسسات الدولة عندنا وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ووزارة الداخلية إمارات المناطق، تعرفنا على هذه في الدرس السابق. وطبعا هناك كثير من المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة التي ذكرناها كثيرا. وأيضا طبعا نشاط رقم واحد، حلينا هذا النشاط في الدرس السابق، نعيده سريعا. في أنحاء وطن المملكة العربية السعودية رأس كل إمارة منطقة، كل إمارة منطقة أمير. نحن قلنا أن المملكة مقسمة إلى 13 منطقة إدارية، كل منطقة لها أمير، أمير المنطقة. في عندنا أمير منطقة الرياض، أمير منطقة حائل، أمير منطقة المدينة، مكة إلى آخره. من هو أمير منطقتك؟ نحن قلنا أيضا إجابة حسب مكان وجود الطالب، لكن الآن نحن نجيب حسب إقامتنا ونحن في الرياض. فأمير منطقة الرياض هو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود. أما السؤال الثاني كان عن أين يقع مقر إمارة منطقتك؟ نحن قلنا أيضا كل منطقة لها مقر لها وهي الرياض. طبعا نحن في منطقة الرياض، مقر منطقة الرياض هو مدينة الرياض. طيب، النشاط الثاني هذا طبعا يترك لأنه يحتاج إلى زيارة وكذا. طيب، نحن الآن سوف نركز عند هذه الفقرة الثانية من الدرس وهي وزارة الداخلية. سوف نتعرف اليوم عن أهم أجهزة وزارة الداخلية، لكن للتأكيد وللأهمية نعيد هذه النقطة. ما هي الأعمال والمهام المنوطة لوزارة الداخلية؟ ما هي مهام وزارة الداخلية؟ ما هي مهام وزارة الداخلية؟ لو أردنا أن نختصر الإجابة واختصار شديد، ولكن طبعا هناك تفاصيل أخرى، لكن باختصار هو تحقيق الأمن والاستقرار، تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين طبعا من خلال أجهزة الوزارة التي سوف نتعرف عليها بعد قليل. طيب، ولها مهام أخرى أيضا، تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام، خدمة المواطنين، منع الجريمة، مكافحة المخدرات، تنفيذ العقوبات المقررة، كل هذه مهام وزارة الداخلية. طيب، الآن سوف ننتقل إلى الفقرة التالية، من أبرز الأجهزة في وزارة الداخلية. طبعا أنا ذكرت أن لوزارة الداخلية أجهزة عديدة، كلها طبعا كلها في النهاية مهمتها تأمين سلامة المواطنين. إذا خدمة المواطنين وتأمين سلامتهم
إذا نحن قلنا طبعا مهام وزارة الداخلية هو تحقيق الأمن والاستقرار بشكل عام من خلال الأجهزة التي سوف نتعرف عليها الآن. من أبرز أجهزة وزارة الداخلية أولا الشرطة. إذا الشرطة وتأتي في الدرجة الأولى والمعروفة، ما هي مهام الشرطة؟ ما هي مهام الشرطة؟ الآن لو سألنا أي إنسان معروف يستطيع الإجابة على هذه على هذا السؤال. الشرطة تتولى المحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة. الآن لا يعني في حال حدوث أي مشكلة بين اثنين، أي شجار أو لا سمح الله أي حادث أو أي شيء، من المسؤول في الدرجة الأولى؟ هو الشرطة، تتولى المحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة، وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين أو المجرمين أو غيره. طيب عندنا الجهاز الثاني من أجهزة وزارة الداخلية القوات الخاصة لأمن الطرق. طبعا لكي نركز وننتبه أعزائي الطلاب، نحن الآن سوف نذكر ست أنواع من أجهزة الوزارة الداخلية. طبعا كل نوع، كل جهاز له مهام خاصة مختلفة عن الآخر، مختلفة عن الآخر. لو قلنا الشرطة تتولى المحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة، طيب القوات الخاصة لأمن الطرق، عندنا قوات اسمها قوات خاصة لأمن الطرق، ويتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق بين المناطق والمدن ومساعدة المسافرين. الآن أي واحد منكم بالتأكيد سافر خارج مدينته، فعند السفر من مدينة إلى مدينة أخرى أو من منطقة إلى أخرى دائما نشاهد على الطريق سيارات شرطة مكتوب عليها أو القوات الخاصة لأمن الطرق. هذا النوع من الأمن اسمه القوات الخاصة لأمن الطرق، غير الشرطة العادية، قوات خاصة لأمن الطرق. طيب هذول إيش مهمتهم؟ هذول يعني مهمتهم متابعة أحوال سير الناس في الطرقات، مثلا واحد عنده مشكلة أو حادث لا سمح الله أو شيء، فيتدخلون في مساعدة المسافر. مثلا مسافر على الطريق صار معه مثلا عطل معين، حادث معين، أي مشكلة على الطريق، فمن سوف يساعده؟ فهؤلاء القوات الخاصة لأمن الطرق موجودين دائما على الطرقات، يعني نشاهدهم يتنقلوا من مكان لآخر، فإذا أي إنسان عنده مشكلة، عطل في السيارة، حادث، أي شيء، فيقومون بمساعدته. فقوات خاصة لأمن الطرق تتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق، الطرقات خارج المدينة طبعا، بين المناطق أو بين المدن، ومساعدة المسافرين كما قلت في حال حدوث أي طارئ أو حاجة للمساعدة يقومون بمساعدة المسافرين. طيب عندنا النوع الثالث من أجهزة وزارة الداخلية، عندنا الإدارة العامة للمرور. الإدارة العامة للمرور ما مهمة هذه الإدارة؟ تتولى تنظيم السير وسلامة السائقين والركاب داخل المدن. إذن هذول مهمتهم تأمين أو تنظيم السير وسلامة السائقين والركاب داخل المدن، داخل المدن. أما القوات الخاصة لأمن الطرق خارج المدن، بين المناطق أو بين المدن. أما الإدارة العامة للمرور هذه داخل المدينة، ومن تنظيم السير وتأمين. أنشأت كثيرا الآن في الطرقات كثير من هذه من المرور، من شرطة المرور، مهمة تنظيم السير، وخاصة في الطرقات فيها مثلا ازدحام أو حوادث أو كذا، مهمة تنظيم السير وتأمين سلامة السائقين والركاب داخل المدينة. عندنا الجهاز الرابع، عندنا المديرية العامة لمكافحة المخدرات. المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومهمة هذه المديرية تتولى حماية الوطن من ترويج السموم والمخدرات، وتوعية المواطنين بأخطارها على الصحة والوطن. يعني أعزائي الطلاب لا يخفى على أحد ما خطورة هذه المواد المخدرة التي يقوم بعض الناس المخطئين باستخدامها، وفي منهم من يقوم بترويجها وجلبها وبيعها، وهذه كلها تضر بصحة الإنسان وتذهب عقله وتوديه في المخاطر والمهالك والأمراض. ففي عندنا مديرية عامة اسمها مديرية العامة لمكافحة المخدرات. هذه مديرية مهمتها حماية الوطن ومتابعة هؤلاء المروجين الذين يقومون بترويج المخدرات أو بيعها أو حتى من يتعاطى هذه المخدرات. هناك المديرية العامة لمكافحة المخدرات تتولى حماية الوطن من ترويج هذه المخدرات، وأيضا توعية المواطنين بأخطارها، توعية المواطنين بأخطارها على الصحة والوطن.
عندنا المديرية العامة للدفاع المدني، وهي معروفة ومعروف مهامها ومشاهدة كثيرا في الأحياء والمدن. ما مهمة هذه المديرية؟ طبعا تتولى تنفيذ إجراءات السلامة وإطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين والمقيمين. إن هنا لو شاهدنا في هذه الصورة بيت يحترق، وهنا كما نشاهد الدفاع المدني يقومون بإطفاء هذا الحريق. رجال الدفاع المدني يبذلون جهودا كبيرا لإنقاذ الناس في حال حدوث أي حريق لا قدر الله في المنازل، في المحلات التجارية، في أي مكان، مباشرة نتصل على الدفاع المدني طبعا بالرقم الظاهر أمامنا. عندما يحدث حريق لا سمح الله ماذا نفعل؟ نتصل بالرقم 998 وهو الدفاع المدني طبعا، فمهمته إطفاء الحرائق وأيضا إنقاذ المواطنين والمقيمين في حال حدوث أي كارثة أو كوارث أخرى. إذا مهمة الدفاع المدني هو إنقاذ الناس والمواطنين وتأمين إجراءات السلامة، والدرجة الأولى إطفاء الحرائق. في عندنا من أجهزة وزارة الداخلية عندنا المديرية العامة لحرس الحدود، المديرية العامة لحرس الحدود. ما مهمة هذه المديرية؟ هذه تتولى حماية حدود الوطن ومساعدة العابرين، هذه مهمتها على الحدود فقط. الحدود هي المناطق يعني الفاصلة بين الدولة المملكة والدول الأخرى المجاورة لها. طبعا لو أردت أن مثلا أنت تنتقل من المملكة تسافر إلى بلد مجاور للمملكة، فقبل أن تخرج من حدود الدولة هناك في قوات أمن وحرس اسمهم حرس الحدود. حرس الحدود ومهمتهم حماية حدود الوطن، حماية الحدود، إما من حمايته يعني المحافظة على الأمن من أجل أن لا يدخل شيء مخالف على الدولة، أو مثلا لا يدخل من المخالفين والعابثين وغيرهم. مهمتهم حماية حدود الوطن وأيضا مساعدة العابرين من أراد العبور السفر أو القدوم. تقوم هذه المديرية أو رجال حرس الحدود بمساعدتهم. كما نشاهد في الصورة عندنا هنا مثلا الشرطة، كما نشاهد الشرطة تخدمني بتحقيق الأمن والمحافظة على وطني. في الصورة الثانية نشاهد رجال الدفاع المدني يقومون بإطفاء الحرائق. هذه من أهم أجهزة وزارة الداخلية. إذا نحن الآن تعرفنا على أهم أجهزة وزارة الداخلية، نعيدها بشكل سريع حتى نحفظها. من أجهزة وزارة الداخلية عندنا الشرطة، القوات الخاصة لأمن الطرق، الإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، عندنا المديرية العامة للدفاع المدني، عندنا المديرية العامة لحرس الحدود. طبعا الشرطة هي مهمة المحافظة على الأمن وتطبيق الأنظمة، القوات الخاصة لأمن الطرق تتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق بين المناطق والمدن، أي خارج حدود المدينة بين المدن وبين المناطق، ومساعدة أيضا المسافرين. عندنا الإدارة العامة للمرور تتولى تنظيم السير وسلامة السائقين والركاب داخل المدن. عندنا المديرية العامة لمكافحة المخدرات تتولى حماية الوطن من ترويج السموم والمخدرات وتوعية المواطنين بأخطارها وعلى الصحة والوطن. عندنا أيضا المديرية العامة للدفاع المدني وتتولى تنفيذ إجراءات السلامة وإطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين والمقيمين في حال حدوث أي كارثة أو حرائق أو أي كوارث طبيعية أخرى. أيضا عندنا المديرية العامة لحرس الحدود وتتولى هذه المديرية حماية الحدود، كما قلنا تتولى حماية حدود الوطن ومساعدة العابرين. إذا هذه أهم وأبرز أجهزة وزارة الداخلية. يعني لو أردنا نلخص جميع مهام هذه الأجهزة كلها تصب في مصلحة المواطن وخدمة المواطنين يعني باختصار كلها مهمتها تحقيق الأمان والاستقرار. هذا إلى هنا نكون قد انتهينا من درس الخدمات الحكومية. أتمنى لكم الفائدة والتوفيق، بارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.